Tidak masuk ke rumah. Ya, alhamdulillah. Itu aja habaib banyaknya. Tutlah. Tutlah. Maju. Sudah. Nanti ada yang sepuh banyak. Maju. Abdul Ahmad. Maju. نوينا على ما نوى أسلافنا الصالحون فنستحضر ونتوسل ونرتبط بأرواحهم وأسرارهم وأنوارهم فنكون بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني طائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ سري السقطي وسيدنا الشيخ معروف الكرخي وسيدنا الشيخ حبيب العجمي وسيدنا الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيدنا الشيخ يوسف الهمداني وسيدنا الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ في الله وعباد الله الصالحين وأصولهم وفروعهم خصوصا سيدنا ومولانا جمال الدين أكبر الحسيني وسيدنا ومولانا إبراهيم السمرقندي الحسيني وسيدنا ومولانا إسحاق بن إبراهيم السمرقندي الحسيني وسيدنا الإمام الحبيب الكتب محمد بن عدوس الحبتي وسيدنا الإمام الحبيب الكتب محمد المخضر وسيدنا الإمام الحبيب الكتب أبي بكر بن محمد السقاف وسيدنا الإمام الحبيب الكتب أحمد بن عبد الله بن طالب العطار
العباس مسند الإمام الحبيب الكتب محمد بن طاهر الحداث الإمام الحبيب الكتب عبد الله بن محسن العباس مسند الإمام الحبيب الكتب حسين العبيبك العيدروس ومن حولهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأسى علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير وإلى أرواح أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأصحاب الكفارة والدمم الذين لدينا أسماؤهم وغيرهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا ومولانا أحمد رحمة الله سن العنبل وسيدنا الشيخ محمد عثمان السيكي وسيدنا الإمام الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وإلى حضرات من انتسب وتعلق واتصل بهم نسبا وسهرا وروحانيا واعتقادا ومحبة واتباعا ومن حولهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة ببركاتهم وعلومهم وأسرارهم وأنوارهم خاصة بحكي وسري ونوري رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وببركات أصحاب هذا الحال وببركات نياتنا وإخلاصنا وصدقنا وعظيم رجائنا وعلو همتنا تحصل لنا ولأهلينا وإخواننا وأولادنا وبناتنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا أجمعين الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة الاستقامة والطمأنينة والمحبة والمعرفة الخاصة والتقرب والوصول عند الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفوائش والفتن منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة والتجارة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا حفيظ يا حفيظ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا يا
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.